بس الله العظيم يا صاحبي القضيه ما طلع والله الا باتريك فيلم وانا على مساجه. ودابا حاليا غادي نشارك معكم الاجواء ديال العشاء ان شاء الله يا مولانا. اكيد رفقات العائله ديالنا اللي حبناهم الحمد لله العائله وحباب شخص هو ناس اها خاصني نسول فيه ضروري غادي يجي الشجرة. راه نفيق ان شاء الله. شكرا للخوت كاع اللي تعبوا معنا هذا والله العظيم. الصراحه كان واحد التعب كبير من عزيزه ومن عند شيوات فوزيه ومن انتصار ومن واخا المساهمه ديال القنوات كامله وانما اللي ضربوا التعب صراحه زعما نجيو للحقيقه دائما نبقاو دائما في الحقيقه ديالنا. الاخت شهيوات فوزيه ومطبخ ام عمر راه هما اللي تكلفوا بالطياب ما شاء الله عليهم بكل شيء دفعوا عملوا كل شيء كل شيء المهم صحتكم من الاحسن الزيت هما اللي تبارك الله ما شاء الله عليهم. الله انتينا التعب ديالنا والمجهود الله يكبر فيك يا صغيره من داك الحب ديال اللي كيحبوا اللي كنحبوا القناه ديال المحبوبه واحد النقطه صغيره ومازال ان شاء الله والله ما زال ان شاء الله باذن الله والله مازال ان شاء الله مازال غنجمعوا عاود ان شاء الله وغنعاونوا ان شاء الله يا ربي. دابا نشاركوا العشيوه ديالنا ياك شوفوا شنو كاين في الكاميرا ان شاء الله يا ربي باش هادشي ما يبردش. الله يرحم الوالدين داكشي اللي كاين بالضبط. دابا غنشوفوا ان شاء الله يا ربي العشيوه ديالنا اللي كانت من عند الاخوان. حنا ما درناش يدينا في هذا الشيء كاع جاوا الصراحه ضيافه الكلام وجاوا بيديهم عامره الحمد لله. اكيد تيأثرونا الحمد لله وساندونا وكانوا على جنبنا حيت حتى انتم راه وقفتوا معنا وعاونتونا وساندونا. السلام عليكم الله يرحمكم. الله يرحمكم. انا اختي شي واحد فزيان مره خاوف خمسه صافي واش انت شويه ام وحليمه فين هي ام وحليمه؟ اخويا بقوه الفرحه يا ماشي بقوه التمره ما درنا حتى حاجه وديما تنقولوا ديما محبوبات في بي. الله يكبر فيك اختي على خطيك. ونشوفوا هنا البنات كيفاش كانوا تزوقوا هذا الشيء وكيفاش هذه الفكره جات على هذا الشكل هذا تبارك الله. هانتوما كتشوفوا بريوات كل الخير كاين. واه يا سمير جاك الناسر اكيد دابا هانتوما كتشوفوا تشوفوا معنا ان شاء الله يا ربي الحضور الكريم. كاينين الناس غيكونوا مفاجاه بالنسبه لكم غتسولوا فيهم اكيد ان شاء الله يا ربي. او الحمد لله اتصال شو عند الضيوف شو عند الضيوف غادي نخليهم يذوقوا ويشدوا الشكل ديالنا ان شاء الله يا ربي ديال الطبق الزوين ومازال اطباق اخرين ان شاء الله. يعطيهم الصحه هادشي تبارك الله تبارك الله لأم منير الفاسي عطنا عليكم العشاء هاد الناس. لا ماشي مشكل راه غير الفرحه وداك الشيء مع الناس حنا عاجبنا الحال. الله يعطيك الخير من هذه راه شي وحده ونص هذه اللي تجمعنا معاكم ومع الله يعطيك شي وحده ونص تقريبا راه حنا مازالين والله نهار كبير هذا اتصال. شنو تيتي احسن؟ شاركوا معنا المتتبعين ديالنا الضياف. ان شاء الله يا ربي وانا الصراحه النهار واحد الفرحه ليا كبيره شرفونا هاد الجو فالشكر لكم الله يخطيكم وجاو كي جاو جاو فيديو معاكم والله حنا ما درنا لكم حتى شي حاجه. بنت ام وحليمه حتى هي شنو شتي ام وحليمه؟ انا راه مخزونه غير الفوق الحسن اش كاين شي حاجه؟ هادشي مملكة الطاقوات جوج ويني ويني والله الا خسارة عجباتكم هاد القضية سلكاتكم والله الا شمات الريحة وجات عرفتي زعما ما كايناش مزيانة حتى انا فين هي ام وحليمة فين هي؟ عيات مسكينة شمات اكيد اكيد داكشي اللي كاين عيات ام وحليمة وغادي نشوفوا ان شاء الله يا ربي مازال الحضور شكون اللي غيكون معنا غادي يجيو مع رشدة حصيجني هنا فين غادا؟ فين غادا سالتها؟ غادي ندخلوا ان شاء الله يا ربي نشوفوا المتتبعين ديالنا اللي راهم معنا في الحضور الكريم. كاينة لالا حنان حنونة حنونة في الدار ماشي ضيفة لا ماشي ضيفة شحال انت ما كتاكلوش اللحم حتى الدجاج ياك عفوا ندوزو كاع حنان اختي ابتسام كلمة ليك تحية ليك خويا الحسن تحية للمشاهدين الاعزاء ديالنا. اجواء زوينه اجواء واعره النار والله العظيم واخا جاكم الناس بشال الحال لا معليش هي هانيه كنصبروا لكل شيء. الله يكبر بك اختي ابتسام على خطيك وكتشوفي ملوكه ها هي تا هي هادي جا النعاس وها هي هادي لالا البرد ياك كيفاش جيتي كتسخونيه والله الا البرد وفواك خصك تشكري المتتبعين بقيتي مع بقيتي فيهم ديك اللقطه الانسانيه اللي بنتي تبارك الله عليك. كنشكر المتتبعين تعاطفوا معايا في هذيك اللقطه ديال
فين هي رودينا؟ رودينا ايوا صافي ماشي مشكل. وغادي نجيو مازال الحضور كريم اكيد معنا كما كتشوفوا الاجواء زوينه. سي لبنى اختي فاطمه الزهراء سي حياس الله يكبر بك اختي لبنى مرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم انتم. شكرا بزاف بزاف على هذا الوليمه وعلى هذا الجمال هذا. جينا باش نشكروا قناه محبوبه وديما غنقولها ونعاودها تكون الطب وغتبقاو الطب. الله يبارك فيك الله ينور لا يعلى عليكم. حياتي ما عمري شتي هذه المره غادي نشكر عليها هذه الكلمه. عايشة تقول يا ربي دوز يا ربي دوز. الله يبارك فيك اخويا على هذه الوليمه اللي درتوا لنا وراكم اعزاز علينا وغاليين. واخا يهضروا فيكم الناس ولا شي حاجه انتم ديما الطب كما قالت فاطمه الزهراء الله يعطيك راكم اعزاز علينا. الله يكبر بيك. لا لا سعيده اكيد ها كبير هذا. الله يحفظك ليا سيدي الحسن على خطك. الله يلا شكرا على حفاوه الاستقبال. عرفتي كتسلم عليك واحد السيده واحد المتتبعه وفيه غدا وكتوصلني عليك زين تسلم ليا. تحيه لاله زينب شكرا لك. شكرا لك لاله زينب وشكرا لاسماء وراديا وشكرا ليك. ولكن ما قلت لك راني في دار الوالده ديالي وخوتي حسن الحسن محسن ياسين راهم خوتي ودائما الحمد لله دايرين لي القيمه وعاطيني القيمه. الله يكثر خيرهم والله يخليها ديما لما مجموعه. تحيه للقنوات الكبار كلهم اللي جاوا كبار الحمد لله. الله يبارك وكما قالت اختي فاطمه الزهراء توجور طاب طاب نمبر وان دائما محبوبه. الله يكبر بك الله ينورك. وتا تما دابا كاينه ضيفه الحلقه اكيد من ضيوف الحلقات اللي الحمد لله دازوا معنا. مرحبا بك اختي. نشكر بزاف ام حليمه اللي جمعتنا في هذه الليله هذه وتلاقينا مع هذه الوجوه الزوينين. ام حليمه طيبه وكتجمع غير الناس الطيبين وديما ام حليمه نمبر 1 كما قالوا. الله يكبر بك. وما غاديش نوري واحد العنصر تا غنوري لكم عنصر المفاجاه دار ميطو دابا غادي نبقاو معاك باش تعجبني ديما نشطه والله واخا كاين الناس كاين نشطه بعدا. واش غادي نديرو؟ الله يهديك. على المشاهدين وكنسلم عليهم. الصوت ضعف شويه قدام ميطو. راه سلام الله. فاتي الجهد. وكنبلغ السلام ديالي للناس اللي كيقولوا هضره زوينه في قناه محبوبه. وكنبلغ السلام حتى اللي كيهضروا الله يهديهم في شي حاجه اللي ما شايفينهاش. ماشي مشكل حنا متقبلين الكل في الكل. وكنسلم على اللي كيهضروا بالخير وكيقولوا لك بغينا حنا غير الحق تنسلم عليهم من هنايا وشكرا. وبغيت نوريكم دابا واحد العنصر اللي غنوري لكم عنصر مفاجاه واحد الاخت اللي عزيزه وعزيزه بزاف وكنزيد ديما كنطلبكم على انكم تعاونوها وتشجعوها وتشدوا بيديها حيت تسهل هي والاخ ديالها اختي فاتحه بنت ام زهراء المرحومه الله يرحمها. شكرا اخويا الحسن على هذا الله يرضي. السلام عليكم متتبعين ديال محبوبه تي في. نتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وكنبغي نشكرك اخويا الحسين ونشكر العائله كلها. الله يرضي اختي فاتحه حيت جمعتونا هذا النهار وكبرتوا بينا. شكرا لكم بزاف وان شاء الله الضربه اللي ما تقتلش كتقوي اكيد اختي فاتحه ان شاء الله تزيدوا القدام ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله الناس يعني يقفوا معاكم وهادشي اللي كاين. تحيه بزاف كبيره وكل السند اختي فاتحه اللي مازال السميه ديالها مسميه على المرحومه الله يرحمها اللي جبدناها في هذا النهار الله يرحمها ويوسع عليها ان شاء الله يا ربي ومتوها الجنه ان شاء الله يا منى تلتقوا في دار البقاء ان شاء الله في الجنه والله يطول في عمرها. والام ديال اختي ابتسام نورتي الجلسه والله العظيم. الله يطول عمر الوالده الله يرضي الله يعطيكم دعوه الخير. وتحيه للمشاهدين ديالكم وشكرا شكرا الام ديال ابتسام شكرا. واش بغيتوا غير تغوتوا عليا هنايا اشنو واقع بالسلامه شنو كاين؟ قضيه صاي بردات ولا؟ ويلي 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 هادشي يا سلام هادشي ماشي الرجال هادشي تصدع كله غير الرجال يا سيدي صافي مشي للرجال اللهم يسر سير السي ياسين سير اللهم يسر يا مولانا فين هو ديال العيال ياسين 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 صافي سير الله صافي ضرب به الدور ياك ودابا وكاين شي اش وقع هنا شكون كتخرج وايا شي فوق ولا مازال بعدا وليت اليوم
بلاصه مدرسه والله قسم بالله والله ما كنمشي بالله راه كاين شي واحد اخر غادي ان شاء الله عند صايبوه باش نعطيو العيالات خليكم معنا يلاه لا صايبوه بمرجع ان شاء الله يا ربي ونشدو معكم الطبق الجوج ان شاء الله يا مولانا والطبق الجوج هو غيتقسم على جوج وفاطمه الزهراء تبارك الله على فوزيه واختي عزيزه ديما بقينا معاك في الاناقه وتبارك الله داكشي والتاوي ما نخافش عليكم امين يا ربي امين وبقاو معنا باش نشوفوا الطبق الجوج ومازال ان شاء الله يا ربي الليله طويله مع الحباب شوفوا مازال فوزيه ولالا عزيزه كيفاش انا اكيد على قناه موبت تي في شنو نقول لكم ما شاء الله عليكم وصلنا الله خاصه الله يعطيكم الخير والله العظيم كبير والله العظيم الخير مختصر بحال الدار ديال الوالدين ما شاء الله يا ربي غادي نمشيو للفيلمه ديال اختي عزيزه شي نهار ما نديرو تحديات ليهم زوينين شي كاملين ان شاء الله الله يرحمها قريب غنديرو شي دويره ان شاء الله يا ربي تما غنشوفو السي سعيد واش فيه انا تيعرف يصيفط طواجن ولا غير تيهضرو صح لا لا انا نقولها لك اخويا ياك عارف شنو كاين دابا شي غتقول لنا الحقيقه دابا شنو كاين لا لا تبارك الله راه كيتسنى تا هو شي صيفط طواجن والله انا نبكي انا ما مشيتش ولا عزيزه شحبابي كان جاي خويا صيفط طواجن تعرف يصيفط طواجن لا والو قد ما تصيفط انا خصني نكون انا حاضره انا ما حضرتش دابا بغيت نوطي والله قسما كما كتشوفوا فوزيه مسكينه راه تعبه معنا هنايا دابا هاد النهار قلتي لها دريسيا غنمشي او ملكة لا لا اليوم لا دريسيا ما تبقاش عندنا جري عليها ملكة صافي ولكن الفلوس ديال مي دريسيا لا يعلى عليه انتم تبارك الله عليكم الله تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم كما كتشوف الطبق الجوج التغميره يا سلام يا سلام كاين الحداقه في الدار الله يا كاين الحداقه ما ديما تسليكم الله يعطيك الله الا كاين الحداقه الله يحفظكم الله يتاويكم اختي حفصه وبعد عليكم شر الحظ يا ربي الله يبعد عليكم شر خلكم والله كان كنتعاونوا شكرا ماشي حنا كنتعاونوا ديما من ورايا العائلات ديالنا والله يا حبابنا وجيراننا داك النهار اللي جيتو عندي لا غدا لي كلشي كيدق مشات عندي محبوبات تي في جات عندي عيطت الناس قلت لهم هاد المره اللي جات نعيط لك والله يا راه عندكم الناس ديالكم ما شاء الله يكبر بك اختي عزيزه الله يمنك والله الا كتدخلوا للخاطر لهلا اختك اختي عزيزه وكنشوفوا الدغميره والخير تبارك الله مع الوجوه والحباب واكيد الخير تيكثر مع الوجوه والحباب الحمد لله وبقاو معنا يا كحصان تقديم النهائي ديال الدجاج ديالنا ان شاء الله يا ربي وباقي حتى الديسير اجي نوريك فين درناه يتبرد واه نشوفوا فين بغيت يتبرد لا جات طبيعيه يتبرد في السطح ولا اي نشوفوا فين كانت تبردت حنا في الصيف وايلي وايلي صافي القضيه مسروعه دابا والله الا شد الدراري شنو داروا نبقى ولا ماشيين مرحبا الله انت الاول شوفوا هادي احسن هانتوما متتبعين حقكم انت الاول وهذا هنا ديالك هذا ديال الدراري الصغار يومين قبوته ومتعيهم مشاو نعسو ما كنتي تدوقي احصاح الله يحفظك عليا شكرا بصحة وراحة ربي يخليك وشكرا للمشاهدين ديالنا وهذه هذه هي الليله ديالنا كي دوزناها مع الحباب ديالنا واش انتصار هنا ماشي مشاهدين انا هربت انتصار هذا فين انا هربت انتصار فين وجيت نشوف العمل شي طلع هنايا على هاد الدجاج وهاد ما جعتي انتصار كيبان لا والله ما قدرتي مع الطريق وهذه حقيقه زعما انا كنشوف غير هاد الشيء هذا والله الا كنفرح كنشوف هذا الخير تبارك الله والله راه كنبركم دائما ما شاء الله والله يكبر بكم مازال يبقاو معنا ان شاء الله يا ربي باش نعطيو الضياف ديالنا الديسير وغنختموها ان شاء الله يا ربي شي ختام زوين ان شاء الله يكون داك الشيء هو هذاك خليكم معنا خليكم معنا صح واش تصور التوصيل موسخ الله يبان زك لك وديتو صافي كاوليس كاوليس حق الله متوله متوله ما خوت تساوي نخرجوا جيو يلاه جيو بسم الله بسم الله توكلوا على الله بسم الله بسم الله بسم الله يا غنمشي عليكم الضو غني لكم ديك صافي جا صافي ها انتم على الانتصار المشكله تفيتي لي ديراجي على وجهي انا وياه ويلي 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 على الانتصار شوف داكشي يا سلام الدجاج والله الا مقلي على حق وطريق وتفايه واعره الله يعطيك الصحه على الانتصار مطبخ فوزيه ما شاء الله يا سلام تبارك الله شيبات فوزيه مطبخ ام عمر يا سلام الله يعطيك الصحه ومالكه المطبخ ولا شيوات ام نسيمه ام نسيمه الله راك حافظه الله يا ودي الله يا ودي الله يعطيك الصحه ودي تبارك الله على مالكه ديالنا اللي خطيك اللي خطيك كما كتشوفوا الاجواء هنا يا ودي لا لا صح هذا الشيء والله الا صراحه ما شاء الله واحد الفرحه ما كتصورش كما كنقولوا نعاودوا يعني كلمات الشكر قليله في حق هاد الناس والله اللي ساندونا وجاو فرحونا هاد النهار فشكرا لهم بزاف دابا بقى لنا شي حوايج غنمشيو نطفيو الضو ديال السطح راه وغادي نمشيو ان شاء الله يا ربي باش ما يضيعوناش الدجاج
مشينا مشينا شوفوا غادي يرجع ياك رجع كاين جوج لا لا غير واحد جبت انا باقي في الكواليس مزال في الكواليس الثاني انا اللي اجيبه انا كطيح يا اسلام انا وفي هذه الاجواء دابا غادي نمشيو ان شاء الله يا ربي باش نشكروا الحضور الكريم ونودعوا يلاه يلاه معنا سيدي سيدي انت صاحبي دابا غادي نودعوا الناس ان شاء الله يا ربي كلمه اخيره في حقهم تبارك الله عليهم هما كيشلخوا في الدلاح ياك الله يبارك الله عليهم صحتكم ها الكواليس شكرا لكم بزاف على الحضور ديالكم والله العظيم كانت جلسه زوينه الله يا ودي حنان والجروب كامل غنقول لهم مع السلامه السلام عليكم صحتكم وراحتكم شكرا بزاف سي فاتحه اكيد بسلامه السلام عليكم اكيد السلام عليكم لالا مسكينه سيدي راه كتنعسها شي شويه اجي معنا حصايا شوفي صار باش مازال غادي نودعو جروب اخر هنايا داكشي هنا غير ماني ندع ما كاينش البراني اختي ابتسام اختي رشيده اختي زهور اختي زهور اكيد او السلام عليكم انتم والله العظيم نهار كبير هذا ايوا شكرا لهم شوفي هنايا عندي ضغمة عندي ديال بصح شكرا على هاد الناس اللي فرحونا عبد الله الله يفرحهم والمهم دابا غنقول لكم مع السلامه رشيده تيتيس الكل السلام عليكم باي باي.